موسم مميز بالنسبة لنشوفوا البطولة كاملة، فمركز مستحق. الفريق قدم موسم في المستوى، رغم الطول ديالو، رغم مجموعة ديال الصعوبات اللي واجهتنا بعد مراحل البطولة، ولكن تنبغي نشيد باللاعبين بروح المجموعة. لاعبين كانوا الدور ديالهم مهم جدا في الموسم هذا، خاصة الركائز ديال الفريق. كان عندنا نهينا الموسم بأقوى دفاع، أكثر من نصف ديال المباريات ما تسجلوش عندنا فيهم أهداف، وبالتالي هذا تبين القوة ديالنا من الناحية الدفاعية. احتلينا المركز الثالث خلف الجيش وخلف الوداد، شيء بالنسبة لنا مشرف، خاصة من بعد المنعرج ديال الموسم الماضي. هذا ثمرة ديال العمل ديال المجموعة ديال المكونات ديال النادي كاملين، لا الرئيس، لا الإدارة، لا الطاقم التقني، لا الطاقم الطبي، وعلى رأسهم اللاعبين. فتنظن بأن اللاعبين هما لهم الفضل الكبير، لأن النادي وصل لهذه المرتبة. بالنسبة لنا الموسم مازال ما انتهاش، تنتمناو أننا نحتلوا نوصلوا للنهائي ونفوزوا به إن شاء الله، هذا طموح ديالنا. الموسم الماضي وصلنا للنصف النهائي، هذا الموسم باغي نمشيو أكثر ونحققوا لقب من الألقاب. الموسم المقبل على الأبواب. احنا هذا الموسم طورنا من الأداء ديالنا، وطورنا من الأداء ديال المجموعة، وطورنا من الترتيب ديالنا، فتنطمحوا أننا نستمروا في هذا التطوير. عندنا كذلك هدف هو أننا نلحقوا لاعبين من الفريق ديال أقل من 19 سنة بالفريق الأول، لأن الهدف الكبير ديالنا هو أن نحققوا الأهداف المسطرة مع المسؤولين ديال النادي، لأن المسؤولين ديال النادي الهدف ديالهم من فريق الفتح هو أنه يكون فريق ديال التكوين، وتنتمناو أننا نبقاو فريق ديال التكوين، ولكن نكونوا فريق ديال التكوين بشكل مميز، أننا نقوموا بتكوين لاعبين ولكن ننافسوا على الألقاب. نهيئوا هاد اللاعبين لأن عندهم مؤهلات، أنهم نهيئوهم ونقوموا بالتسويق ديالهم في أعلى المستويات باش يلتحقوا باللاعب اللي بالنسبة لفريق الفتح هو النموذج، اللي هو نايف أجر، اللي تيبقى مثال لاعب تدرج في صفوف النادي ثم التحق بالاحتراف ثم التحق بالمنتخب، أصبح رمز من رموز ديال كرة القدم المغربية. هذا هو الطموح ديال اللاعبين اللي كاينين في التكوين، وحنا تنحاولوا أننا نوضعوا برامج إن شاء الله باش نوصلهم للأهداف ديالهم.